نظم قطاع كنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر مبادرة جديدة للشباب من أبناء القطاع بهدف تشجيعهم على القراءة، حيث بدأت فعاليات المبادرة التي تحمل عنوان شبابنا بيقرأ يوم الاثنين الماضي وتستمر طوال شهر نوفمبر. واختار منظم المسابقة كتاب عقيدة المسيحيين في المسيح لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية السابق ليقرأه الشباب خلال الشهر، على أن يجرى اختبار أونلاين يتحدد من خلاله الفائزين. نتابع. بسم الاب والابن والروح القدس الا واحد امين. كنايس منطقه القبه والعباسيه والويلي تدعو حضراتكم للمشاركه في مبادره بعنوان شبابنا بيقرا. ندعو كل الشباب ان هم يقروا معانا كتاب في كل شهر. كتاب هيتوزع علينا، هيكون موجود معانا علشان اخر الشهر هيكون في امتحانات اونلاين على جوجل فورم. حضرتك هتجاوب على الاسئله اللي موجوده وهتيجي اسمك معانا في الفائزين، وهيكون في جوائز رائعه جدا كل شهر لكل كتاب بنقراه وبننتهي فيه مع بعض. عايزين كلنا نقرا، عايزين كلنا نشجع بعض انه يكون في حاله من القراءه. كلنا بنقرا، كلنا بنستمتع بالوقت وبنستفاد بالوقت، وبنقدر نقرا ونتعلم اكتر فاكتر. المعرفه تقود بنا الحكمه ثم تؤدي بنا الى القلب النقي. ادعوكم كلكم للمشاركه، شجعوا بعض نحن كلنا نقرأ كتاب في الشهر تحت عنوان شبابنا بيقرأ. ربنا يبارككم.